شارك سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف في الاجتماع الرابع والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في دولة قطر الشقيقة. واكد سعادة الوزير أهمية الموضوعات التي ناقشها وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم وما تم اعتماده من اتفاقيات مهمة في إطار استكمال منظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس. كما جرى وخلال الاجتماع اقرار الاتفاقيه المنظمه للتعاون في المسائل المدنيه والاحوال الشخصيه وكذلك الاتفاقيه المنظمه للتعاون في المسائل الجزائيه واللتان تاتيان تطويرا لاتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائيه بالاضافه الى اقرار وثيقه الدوحه لقواعد الاحداث واستعرض الوزراء مشروع القواعد الموحده لمكافحه التمييز وخطاب الكراهيه لدول مجلس التعاون ومقترح الامانه العامه بتحويل بعض المبادئ الوارده في القوانين الى قواعد موحده